الخردومي لاعب تاع الكوكب المراكشي وما الكاس وقفك هنا بعدا في الطريق. اكيد ممكن نشوف انه البارتيز ديال السياره ديالي انه تهرس من بعد نهايه المباراه ديال فريق الكوكب المراكشي ومولوديه وجده. فكنت ماشي بحال جميع الناس راجع من 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 الملعب. فاذا برشق الحجاره بين احد اللاعبي احد الجماهير ديال مدينه مراكش. فالناس كيهضروا على الاحتلال الا بقات بحال هاد المسائل اي واحد كيتعرض لها فهذا ماشي اختلاف. ما كنظنش انهم بطوله احترافيه. شفتي شكون اللي ضربك ولا اش باش غادي نعرف؟ انت ما لعبتي ما ضيعتي بيلانتي ما ضيعتي بيت ولا ثلاث اوه ما عرفتش اش غادي نقول لك اش غادي نقول لك اسعد. صراحة يعني بحال هاد الحوايج هادو ما كنتمناوش باقي نشوفوهم لانه هو هادشي اللي كنتمنى هاد المباراة كانت جو عادي ما كانش شي حاجة اللي يمكن تأدي لانه هو الحمد لله فريق الكوكب المراكشي صعد بكري شحال هادي ولكن يردو ما تيخلص يردو ما تيخلص للأسف الشديد. كيف ما تيقول هادي هي الضريبة ديال الصعود ولا لا سكتوتي هذه لعبه سياسيه كاينه.